عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده ان شاء الله. ومرحبا بكم في قناتي لا باتيسري دو ميرا سكيك داو. ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا رانة الجرس باش يوصلكم كامل الجديد نتاعي. اليوم بالطبع راح ندير معكم وصفه جديده، راح ندير معكم كيكه البرتقال. الفصل نتاعها نبروفيتي ونديروا دي كيك على اورانج ولا دي تارتلات على اورانج لاني يجيو بنان دي بريوش اكسيتيرا. واش عندنا في المقادير نتاع الوصفه؟ عندي هنايا كاس برتقال ما معمرش، وعندي كاس زيت ثاني يكون معمر، وعندي هنايا كاس سكر وخمسة بيض، وعندي هنايا فانيليا وزوز خميره، وهنايا عندي الفرينه حسب الحاجه. لازم تكون ما نجبسوهاش بزاف، لازم تكون الكيكه خفيفه يعني يجي ما يجي يعني هكا شد روحه بزاف، ما يكون ليكيد بزاف، تكون مواتي مواتي. راح نحط نبدا قلنا نحط كاس سكر، راح نحطو نبدا بالسكر فوالا، وراح نحط نبدا بالبيض قلنا خمس حبات بيض، راح نحطهم يتباطاو مع بعض السكر والبيض فوالا. خمس حبات بيض قلنا، راح نحطهم يتضربوا مليح مع السكر قلنا كاس، درك البنات بعد ما طلع لي السكر مع البيض تحصلت على خليط ابيض كيما هكا. درك راح نرجعو يتباطاو ونبدا نضيف الكاس نتاع الزيت شويه بشويه، وحتى نتحصلوا على التكستور نتاع المايونيز. راح نرجع البيتر نتاعي نبدا نضيف الزيت بشويه كما قلت لكم حتى نتحصلوا على التكستور نتاع المايونيز. دوك على القوام هذا راح نزيد نضيف الفانيليا، تقدروا تحطوها في الاول انا نسيتها. وهنا راح نزيد كاس برتقال. باش تحضروا الوصفه هذه لازمكم على الاقل 2 كيلو برتقال فوالا. راح نزيد نرجعهم يتخلطوا. دركا هنايا راح نبدا نضيف الفرينه. هنايا عفوا انا غلطت، تحطوا غير كيس خميره وهنايا الفرينه كما قلت لكم ما تكتروش بزاف، لازم تجي شويه خفيفه. راح نحط نحي هذا ونشوف القوام نتاعها. راح ندخلها بيدي برك، وانتم تقدروا تكملوها بالفوي.
كنزيد ها كمية حليب غنزيدها شويه باسكو جاتني شويه ليكيد فوالا نتحصلوا على القوام هذا قوام نتاع لا جينواز فوالا درك البنا فعلا غنستعمل المولا هذايا درت له البابي سيفيريزي باش ما تلصقليش على الجوانب نورمالمون الحجم نتاعو 25 سنتيمتر ولا 24 انا مانيش متاكده و اون ميم طون عليت البابي سيفيريزي باش كنت تطلع لي ما تفيدليش بسم الله راح نحط الخليط في المول بسم الله راح او ميم طون نكون نحضر فيها راح نسخن من قبل الفور ونحطها تطيب على 180 درجه ونسيت ما قلت لكمش تقدروا تحطوا بشور البرتقال في الكيكه انا نسيت ما قلت لكمش وهنايا راح نديرو لا مارمولاد لا مارمولاد اورانج راح نديرو لا مارمولاد على اورانج هنايا راح نحط نفس الكميه نتاع عصير البرتقال والكميه الاخرى راح نشرب بها الكيكه حطيت نص الكميه والكميه الاخرى راح نشرب بها الكيكه وهنا راح نحط شويه زيست دو لورانج نحطو شويه برك فوالا وهنا عندي ملعقه ونص نتاع نشا راح نحطهم فوق النار حتى يجمدوا لي فوالا تحصلوا على لا تيكستور هذه ما تكونش جامده بزاف دوك انا راح نجيب بابي فيلم ونغطيه باش ما يديرليش هذيك لا كروت اللي من الفوق وكي نعود راح نزين الكيكة نجبدو ونختم بيه نغطيه ونخليه دو كوتي يبرد ما ندخلوش الفريغو باسكو الحال بارد فوالا
درك ما تعبت الكيكه جبتها وراح نشربها بجي دونج. نحاول نشرب في كل الاماكن. دوكا راح نجيب لا مارميلاد. نكبها. راح نوزع هذا كامل الكاطو فوالا كيما هاك فوالا. نوزعها من الفوق وعلى الجوانب تاني. دوك هنايا عندي هاد البراج نتاع التينة، راح نديرها سايب داير على الكيكة كاملة. التزيين اختياري، كل واحد كيف يحب يزين. تستاهل كوفية هاد الكيكة واحد زوز كيلو إلى زوز كيلو ونص نتاع برتقال. دوك حبيبتي انا نكمل التزيين نتاعها ونتلاقاو في صحن التقديم. ولا حبيبتي الكيكه نتاع نهار اليوم ان شاء الله تجربوها وتنشفوا فيها، ونستنى دائما لي روتور نتاعكم. تراسلوني دائما في صفحتي على الانستغرام ولا الفيسبوك ولا باج فيسبوك، ولا تقدروا ديراكتومون تبوستيوهم في الجروب نتاعي لا باتيسري دو ميرا اسكيكدا. وان شاء الله الوصفه نتاع نهار اليوم نالت اعجابكم، وما تنساوش ديروا اشتراك تفعلوا نور النتائج باش يوصلكم كامل جديد نتاعي. والسلام عليكم.